طب عايزين نتكلم على مشروع افاق الثاني وهو أمورادا 2 هل أمورادا 2 هيبقى بنفس مواصفات 1 ولا في اختلاف طبعا هم كلهم ابناء يعني طبعا كل المشروعات ابناء وعزيزه عليا لكن امرادا بارك فيو اعتقد ان هو يعني رايح في مكان تاني خالص فكر مختلف تماما بيقدم للعملاء مش السعاده بس لا بيقدم الراحه المطلقه هو كمان في حاجه مهمه جدا الخدمات الخدمات التي تقدم الى العميل تميل الى خدمات ترفيهيه وتامينيه. يعني انا هشرح لحضرتك بالتفصيل ايه الخدمات اللي احنا هنقدمها او جزء منها. احنا بدايه المشروع بيبدا من البوابات جميع السيارات بتدخل في الاندرجراوند ما في سيارات موجوده في سطح الكومباوند. مما بيؤدي الى الامان التام للاطفال وكمان حركه التريض والتنزه داخل الكومباوند بتكون اجمل طبعا احنا اهتمينا جدا بالسيدات في احنا دايما عندنا جانب المراه في شركه افاق مهمة جدا كلمني عن الجانب النسائي او بمعنى اصح ايه خدمات شركه افاق اللي بتقدمها للمراه ومجانا وبحط تحت مجانا 100 خط هو الحقيقه زي ما برجع لحضرتك ان احنا هنقدم الترفيه والتامين التامين هو ما يقدم للعميل الخدمه مجانيه او في مقابل تامينه يعني احنا هنا المره دي في الليدز اريا الخاصه بالسيدات عملنا حمام سباحه خاص بيهم وعادة ده ما بيبقاش موجود في اغلب الكومباوندز يعني بيبقى حمام سباحه للجميع هنا عايز اقول لحضرتك انا هشرح لحضرتك الفكره او او التجربه واعتقد يعني ان احنا كمشمولة أه. أعتقد أن احنا هتكون فكرة فريدة يعني في التنفيذ لم يسبق للمجموعة أنها تنفذت بالشكل الجماعي ده أه. الشكل المكان ده احنا رافعين فيه شعار 24 على 7 يعني 24 ساعة في السبعة أيام في الأسبوع جميع الخدمات بتقدم بنفس الجودة ونفس الشكل أه. إيه الخدمات أن هو اللي السيدة اللي أه هي اختنا او بنتنا او والدتنا هتتواجد في المكان مكان خاص بيها جدا له خصوصيه كامله هتبدا أه تستمتع بكل ما ترغب فيه من من جيم وساونا ستيم جاكوزي حمام سباحه بيوتي سنتر وبعد كده ننتقل مباشرة للخدمة التأمينية اللي هي وحدة الأسنان فأنا عايز حضرتك تتخيلي أن كل قاطنات وحدة الأسنان خاصة للجميع لا لا لا, لا للسيدات, للسيدات فقط, فقط. للسيدات مم. فقط مم. آه مش في إطار المعالجة بس لا في إطار التجميل وباقي الوحدات الخاصة بس هذه الخدمة مش مجانية لا مجانية بنسبة 100% حضرتك فندم هتلاقي كل الناس اللي, اللي بيتعاقدوا في شركة أفاق أغلبهم ستات لأنه أن أنا أعمل خدمات على فكره الخدمات دي ليها سعر ومش قليل فان هي تبقى خدمات مجانيه فانا بحييكم على طريقه التسويق الحقيقيه او بمعنى اصح الخدميه بشكل فعال. الحقيقه ان هو احنا اهتمنا جدا ان الخدمه دي ولها اليه في التنفيذ ولها خطوات مهمه جدا وفي تعاقدات بتتم من خلال المراكز المتخصصه لجوده الخدمه. الخدمه دي انا اعتقد انها مش هتقدم السعاده بس لكن هتقدم راحه كبيره جدا لكافه السيدات لان ده جزء اللي هو الخاص بالترفيه او التامين هل اهتميت بمنطق السعاده اكتر من منطق البيع والشراء اعتقد ان انا مش اهتميت بمنطق السعاده فقط لا انا اهتميت ان اقدم الراحه الحقيقيه لقاطني الكومباوند وفكرت كتير جدا واخترت خطوات تستطيع انها تريح كل القاطين الكومباوند انا عامل مكان كبير جدا لاولادنا يقدروا يستخدموه للاستذكار للحصول على الدروس المكان اسامه انا دايما بحس ان في علاقه ود بينك وبين العملاء يعني احنا غطينا كتير من خلال برامجنا الحقيقه الفتره اللي فاتت ان انت في علاقه ود بينك وبين العميل تختلف عن اي مطور تاني. ازاي عملت علاقه الود دي وزي ما بيقولوا كده عملتها في قد ايه؟ الاول طبعا ما فيش حد ساكن في الكومباوند القاهره الجديده، كومباوند او مراد القاهره الجديده انا ما تعرفتش عليه تعارف شخصي هو واسرته. آه وزي ما قلت لحضرتك آه الود جاي من ان انا آه بشوف احتياجهم الفعلي ايه آه وانا متعايش آه وموجود آه عي... مع كل الام اعياد ميلاد اعياد آه بشكل عام بحييك جدا على آه روح ان انت تبقى الاب روحي للكومباوند حقيقي يعني. آه انا متشرف جدا جدا بكل قاطيني كومباوند امراده وانا عندي احساس دائم فعلا ان هم آه اهلي